عسلامة. في الحلقة هذه باش نحكي لكم على التلسكوب جيمس ويب، أكبر أقوى أغلى وأكثر تلسكوب معقد عملته البشرية في التاريخ، التلسكوب اللي العالم الكل يستناو فيه، التلسكوب اللي العلماء قعدوا أكثر من 20 سنة باش صموه وصنعوه، واللي تكلف ما يقارب 10 مليارات دولار. أما بطبيعة قبل ما نعطيكم التفاصيل، لايك وسبسكرايب وبارتجيو الحلقة مع أصحابكم العلوم بالفليقي، مع بعضنا ننشر المعرفة. أكيد تعرفوا اللي على الأرض فما برشة تلسكوبات موجودين على القاع وقاعدين يصوروا في السماء. المشكلة مع التلسكوبات هذية إنه الأشعة اللي جاية من نجوم والمجرات أكثريتها يغطي عليها الغلاف الجوي وما يوصل منها كان القليل. على هيك في 1990 النازا بعثت التلسكوب هابل في الفضاء البرة من الغلاف الجوي، وقعد يدور على الأرض ويصور في النجوم الكواكب والمجرات، ونجم ياخو صور مبهرة لمجرات وسديمات وأجرام سماوية ما كناش نعرفو حتى اللي هي موجودة. تلسكوب هابل عنده الإمكانية إنه يكبتي الأشعة المرئية والأشعة الفوق البنفسجية لوميير فيزيبل والألترافيولي، لكن بالنسبة للأشعة فوق الحمراء لانفراغوش قدراته محدودة ودوبلاش ما يلتقطها، والجزء الكبير منها تتعدى مرور الكرام وما يشوفهاش. وهذا في الحقيقة مؤسف، على خاطر أغلبية الأجرام السماوية البعيدة الأشعة متاحة توصلنا في شكل أشعة انفراغوش، وهذا على خاطر الكون قاعد يتسع. كمية المعلومات اللي نجمو نستخرجوها من الأشعة هذه مهولة، ونجم نكتشف أسرار كونية جديدة. على هيك العلماء دوما بعثوا هابل بداوا يخموا في تلسكوب جديد يكون عنده القدرة المرة هذه أنه يلتقط هالأشعة تحت الحمراء، التلسكوب المسمى بجيمس ويب، نسبة جيمس إدوين ويب ثاني مدير في تاريخ النازا، وبطل ساهم بشكل فعال في برشة مهام علمية. في 25 ديسمبر 2021 الصاروخ أغيان 5 ينطلق من مدينة كورو في الغويان الفرنسيز في أمريكا الجنوبية، وعلى متنه أغلى تلسكوب صنعه الإنسان في التاريخ، كلف 10 مليارات دولار، يعني ما يقارب 3 أرباع ميزانية تونس لـ 2021. يجيو نشوفوا مع بعضنا الخصائص التقنية للتلسكوب هذا. أي سيدي، جيمس ويب تشاركوا في صنعه أمريكا كندا والاتحاد الأوروبي، يوزن الكل في الكل 6 طن ونص، الارتفاع متاعه 12 متر وعرضه تقريبا 22 على 15، ما يعادل كبر ملعب متاع تنس. التلسكوب هذا متكون من 3 أجزاء، الجزء الأول ما يسمى بسبيس كرافت باس، نلقاو فيه عدة أجهزة، حواسيب، أجهزة إرسال، محركات دافعة، ونلقاو فيه بانو سولير، ألواح للطاقة الشمسية اللي تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية تخدم بقية الأجهزة. الجزء الثاني ما يسمى بالسان شيلد، وهو عبارة على باراسول تحمي التلسكوب من السخانة، وتو نرجعوا للحكاية هذه بالتفصيل. الجزء الثالث اسمه تلسكوب إليمنت، نلقاو فيه مرايا ميغوار بريمير، وراها فما لو موديول ESEM اللي متكون من 4 أجهزة باش نطرقوا لهم بالديتاي في بقية الحلقة. المرايا متاع جيمس ويب اللي اسمها الميغوار بريمير كبرها 6 متر ونص، 7 مرات أكبر من المرايا متاع التلسكوب هابل. وهنا أصدقائي نحل قوس صغير باش نذكركم اللي بالنسبة للتلسكوبات كبر الميغوار بريمير مهم جدا، على خاطر قد ما التلسكوب تكون مرايته أكبر على قد ما يجم يلتقط أشعة أكثر، وبالتالي يجم يشوف أجرام سماوية أبعد وأقدم. وعلى هذاك الميغوار بريمير متاع هالتلسكوب الجديد كبيرة ومتكونة من 18 طرف في شكل إكزاغونال كيف ما خلية النحل. الطروف هذوما مصنوعين من مادة البيريليوم، مادة خفيفة نسبيا، ومطليين بكوش جويدة متاع ذهب، على خاطر الذهب هو من أحسن المعادن اللي تعكس الأشعة تحت الحمراء. 18 طرف اللي متكون منهم الميغوار بريمير مقصوصين ومصنوعين بدقة خيالية، بكيفية انهم كل طرف يلقى بلاصته بالضبط بالنسبة للآخرين. الدقة والبريسيزيون هذه هي في حدود 10,000 مرة أصغر من ديامتر متاع شعرة. وراء الميغوار بريمير نلقاو الموديول ESEM، متكون من 4 أجهزة، جهاز نير سبيك، جهاز من صنع الاتحاد الأوروبي لاجونس سباسيال أوروبيان ESA، مكون من مادة الكربور دو سيليسيوم، مادة تستحمل درجات الحرارة الباردة ياسر. الجهاز هذا هو عبارة على مطياف سبكتوغراف لدراسة موجات الأشعة تحت الحمراء اللي طول الموج متاعها ما بين 0.6 و 5 ميكرومتر. الجهاز هذا تم تصميمه لدراسة الأجرام الكونية البعيدة والقديمة ياسر، ويجم يحلل حتى 200 جرم سماوي في نفس الوقت. الجهاز الثاني جهاز نيركام، جهاز من تصميم لونيفرسيتي داريزونا في أمريكا،
المهمة متاعو انه ياخذ صور عالية الدقة ونلقاو فيه كورونوغراف أداة لدراسة الغلاف الخارجي للنجوم. الجهاز هذايا كما الجهاز السابق يلتقط الأشعة تحت الحمراء اللي طول الموج متاعها ما بين 0.65 ميكرومتر. الجهاز الثالث جهاز FGS نيغيس، جهاز من صنع الوكالة الفضائية الكندية. نلقاو فيه أداة للتوجيه كيداج يوجه بدقة عالية التلسكوب باش ينجم ياخذ صور عالية الدقة. يلتقط الأشعة من نفس النوع متاع زوز الأجهزة اللي فاتت ملتياف، ويلتقط صور خاصة لدراسة ليزيكزوبلانات، الكواكب اللي دور حول نجوم أخرى خارج المجموعة الشمسية. الجهاز الرابع والأخير هو جهاز ميغي، جهاز مصنع مشترك ما بين لوسا الوكالة الفضائية الأوروبية والنازا. جهاز ملتياف ويجم ياخذ صور. الأشعة اللي يلتقطها طول الموج متاعها ما بين 25 ميكرومتر. لقاو فيه كورونوغراف كيما الجهاز نيركام. الأجهزة هذه اللي حكيت لكم عليها ما تخدم كان كي تبدأ في درجات حرارة منخفضة جدا. هذاك علاش العلماء زودوا التلسكوب ببوكليه عبارة على باراسول متكونة من 5 طبقات من البوليمير مغلفة بالألمنيوم، والطبقة البرانية اللي مقابلة للشمس زادوها تريتمون سبيسيال باش تكون عاكسة للأشعة أكثر وأكثر. الباراسول هذه باش تكون موجهة بطريقة أنها ديما تحمي وتغطي على الأجهزة الحساسة من الأشعة اللي جاية من الشمس الأرض والقمرة. الجهة متاع الباراسول اللي مقابلة الشمس درجات الحرارة متاعها باش تكون في حدود 85 درجة مئوية، بينما من الجهة الأخرى فين فما الأجهزة الحساسة درجات الحرارة باش تكون منخفضة جدا إلا 233، ومنهم جهاز لازم حرارته تهبط إلى إلا 261. كما قلت لكم البوكلية العازل هذية كبروا قد ملعب التنس. وهنا السؤال اللي يطرح روحه، بالله التلسكوب بالكبر هذا الكل كيفاش باش ندخلوه في الصاروخ ونبعثوه في الفضاء؟ قالك يا سيدي جيمس ويب صموه بطريقة إنه يتطوي. ميغوار بريمير تتطوي القش القش، والباراسول كذلك باش ينجم يدخل في الصاروخ أغيان 5 باش من بعد ينطلق هو والحمولة الثمينة متاعو. لكن على عكس تلسكوب هابل، جيمس ويب ماهوش باش يتحط في مدار حول الارض. كما قلت لكم اجهزه التلسكوب الجديد هذا ما تنجم تخدم كان في درجات حراره منخفضه، والباراسول متاع التلسكوب مش كافيه وحدها. التلسكوب جيمس ويب لازم يكون محمي من الأشعة اللي جاية من الأرض القمر والشمس اللي تجم تسخن الأجهزة وتخليهم هما بيدهم يخرجوا أشعة انفراروج وتتخلط مع الأشعة اللي جاية من الأجرام الكونية وتشوش عليها. ولذا العلماء أحسن حل لقوه إنهم يحطوا جيمس ويب بعيد على الأرض على بعد 1.5 مليون كيلومتر، يعني تقريبا 4 مرات أبعد من القمرة. المكان اللي باش يتواجد فيه التلسكوب في الفضاء يتسمى بوان لاغرانج L2، وهنا باش نحلوا قوس نفسر لكم فيه باختصار اش معناها بوان لاغرانج. لي بوان لاغرانج هما اماكن في الفضاء تنعدم فيهم تاثير جاذبيه جرمين سماويين على جسم ثالث يكون صغير. جاذبيه الارض والشمس يلغيوا بعضهم في اماكن محدده من الفضاء اذا حطينا فيهم قمر صناعي مثلا، والحركه متاعو تولي تتبع الحركه متاع الشمس والارض كيف ما هك. فما 5 نقاط لاغرانج من L1 حتى L5. المكان اللي باش يكون فيه التلسكوب جيمس ويب هو بوان لاغرانج L2، وباش يقعد يدور في مدار او اوربيت صغير حول النقطة هذية ويتبع حركة الشمس والارض بالكيفية هذه. المكان بعيد هذية كما عنده نقاط قوة عنده نقاط ضعف، على عكس التلسكوب هابل اللي ما يبعد عن الارض كان 547 كيلومتر، واللي كل ما تصير مشكلة ولا يطيح بان يبعثوا له استخونات يصلحوا سوغ بلاس. جيمس ويب يبعد علينا 1.5 مليون كيلومتر، اذا تصير مشكله ما فما حتى امل ان نبعثوا له شكون يصلحه. اذا حاجه ما شدتش بلاصتها ولا الباراسول ما تحلتش ولا المرايه ما ركبتش كيف ما يلزم مثلا، بكل بساطه ما نجمو نعملوا له شيء، وال10 مليارات دولار اللي تصرفت مشاو هباء. وهيك علاش العلماء خذاو برشا وقت باش يتستيو ويعملوا برشا تجارب ويتأكدوا اللي كل شيء تحت السيطرة، ووصلوا حتى أنهم وخروا موعد الإطلاق برشا مرات على خاطر الزلقة فلقة. المفيد اللي في النهار الموعود الصاروخ أغيان 5 يقلع في اللحظة تزيغو هازز التلسكوب المطوي. دقيقتين بعد الإقلاع المحركات الدافعة تنفصل على الصاروخ. دقيقة من بعد الكبسولة اللي من فوق تتحل. 6 دقائق من بعد الطابق الرئيسي للصاروخ ينفصل على بقية الهيكل. وبعد 18 دقيقة التلسكوب ينفصل بالكامل عن ما تبقى من الصاروخ ويشد ثنيته إلى المكان المسمى بوان لاغرانج L2. رحلة باش تدوم شهر لين يوصل. وهنا نجمو نتسألو شنية الطاقة ونوعية المحروقات اللي باش يستعملهم التلسكوب باش يوصل.
في الحقيقة الدفعة والدزة الكبيرة هو الصاروخ أغيان 5 اللي بشغطيها للتلسكوب جيمس ويب، لكن مع هذا فما شوية تصليحات في المسار تراجكتوار متاعه لازم منها. على هيك التلسكوب عنده محركات دفعة بروبولسور تخدم بالمحروقات، الخزانات متاعه هزت 79 إترا ونص متاع أكسيدان تيتروكسيد دو ديازوت و 159 إترا متاع إدغازين. المحروقات هذية مهمة للرحلة، لكنها مهمة زادة من بعد باش التلسكوب ديما يقعد شادد بلاصتو في المدار حول لو بوان L2. العلماء يقدروا اللي التلسكوب باش يكون عمره ما بين 5 و10 سنين يقعد يخدم لين توفى المحروقات اللي هززها. ايه هيك هو اصدقائي، بعد انفصال التلسكوب على الصاروخ يشد ثنيته الى المكان المحدد بوان لاغرانج L2، لكنه مش باش يستنى لين يوصل باش يتحل. فثنية هو ماشي باش يبدا يتحل بشوية بشوية على حسب بلانينج وخط طريق محدد لين يوصل بعد 29 يوم للبوان L2 ويشد المدار متاعو. جيمس ويب عنده 4 اهداف رئيسية. الهدف الاول دراسة بداية الكون والنجوم والمجرات الاولى اللي ظهرت. كما تعرفوا الضوء هو موجة سرعتها 300,000 كيلومتر في الثانية، سرعة خرافية، لكن بما أنه الكون كبير ياسر والمسافات خيالية الضوء على الأجرام السماوية يقعد برشا وقت باش يخلط لنا، يوصل إلى مليارات السنين. على هيك الصور اللي تجينا من بعيد هي صور قديمة للأجرام هذية، وتجم تكون أصلا هالأجسام الكونية ما عادش موجودة، ترشقت ولا ماتت وجاو في بقعتها حاجات أخرين. على هذاك أصدقائي التلسكوب جيمس ويب كيف باش يلتقطها الضوء القديم اللي جاي من بعيد من قاع الكون المنظور باش يعطينا صور للمجرات الأولى اللي تكونت بعد البيج بونج الانفجار العظيم، وهذا باش يمكن العلماء إنهم يدرسوا ويفهموا أكثر الكون في بدايته. وهنا يقول قايل علاش مستعملناش هابل باش نصوروا هالمجرات القديمة؟ الإجابة سهلة ياسر، الكون اللي نعيشه فيه في توسع دائم ماشي هو يتنفخ كيما العجينة اللي قاعدة تخمر، والحكاية هذه تخلي الموجات الضوئية اللي جاية من بعيد تتمطط والطول الموجي متاعها يولي أطول وتولي أشعة انفراروج. الظاهرة هذه تتسمى في علم الفيزياء الانزياح إلى الأحمر لو ديكالاج فيغ لو روج. وبما أنه هابل قدراته محدودة ياسر بالنسبة للأشعة تحت الحمراء يقعد ما عندوش القدرة أنه يلتقطها الضوء متاع الأجرام السماوية القديمة اللي تكونت عندها مليارات السنين. وهنا جي أهمية التلسكوب الجديد. الهدف الثاني دراسة تكون وتطور المجرات. في الكون متاعنا المجرات عندها أشكال مختلفة، والعلماء مازالوا ما عندهمش تفسيرات مؤكدة للحكاية هذه، ومعاملين على التلسكوب جيمس ويب باش يعطيهم الإثباتات والتحاليل اللازمة. المجرات الحلزونية مثلا كيف مجرتنا درب التبانة ما كانوش ديما عندهم الشكل هذايا، والعلماء يعتقدوا انهم تكونوا على مليارات السنين عن طريق برشا عوامل بما في ذلك تصادم مجرات صغيرة لتكوين مجرات اكبر. التلسكوب الجديد هذايا باش يعاوننا ان ناكدوا ونعموا الفرضية هذه، كما زادة باش يمكننا من فهم علاقة الثقوب السوداء العملاقة الموجودة في قلب المجرات والشكل اللي تاخذ المجرات هذه. الهدف الثالث دراسة تكون النجوم وأنظمة الكواكب الأولية لسيستيم بروتو بلانيتير. شو معناها؟ النجوم كيف تتولد تبدأ موجودة في سحب متاع غازات وغبابر كثيفة. السحب هذه ما تخليش الضوء المرئي يتعدى، والتلسكوب هابل ما كانش قادر انه يشوف ولادة النجوم، لكن بالتلسكوب الجديد باش نوليو ونشوفوهم بما انه الاشعة انفراروج تتعدى من السحب متاع الغازات وتوصل لنا من غير حتى مشكلة. في نفس الوقت جيمس ويب يجم يعطينا زادة اجابات على برشا اسئلة بما يخص تكون الكواكب حول النجوم هذية. الهدف الرابع الكواكب الخارجية والبحث عن حياة خارج الارض. ليزيكزوبلانيت هما الكواكب اللي تدور حول نجوم اخرى غير الشمس. في 20 سنة اللي تعداو العلماء اكتشفوا الاف الكواكب الخارجية، ومنهم برشا في كبر الارض وموجودين في مكان مناسب بالنسبة للنجوم متاحهم لوجود الماء السائل وبالتالي ظهور الحياة. وهنا تجي المهمة متاع التلسكوب جيمس ويب اللي باش يدرس الغلاف الجوي متاع الكواكب هذية وتركيبته الكيميائية، فماشي بخار ماء فماشي اكسجين الى اخره، وهذا اللي يخلي العلماء يعرفوا اناهم الكواكب اللي ممكن ياسر نلقاو فيهم شكل متاع حياة اون فورم دو في. الى جانب هذا الكل جيمس ويب باش يدرس زيد الكواكب اللي في المجموعة الشمسية متاعنا كيما المريخ الكواكب الغازية والكويكبات الصغيرة، وباش يعطينا صور فائقة الدقة أكيد باش تثري المعلومات اللي عنا مقبل على مجموعتنا الشمسية. المفيد من اللي حكيته لكم الكل
التلسكوب جيمس ويب تلسكوب ثوري، باش يمكن العلماء من الإجابة على برشا أسئلة ما زالت عالقة، وباش يعطينا الفرصة أن نحلوا برشا ألغاز كونية، وأكيد أكيد برشا جوائز نوبل باش تتعطى في الميدان هذا في المستقبل. لكن في الانتظار نحب نقول لكم اجعوا الحلقات اللي فاتت، استنوا الحلقات الجاية، تابعوني على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، وبارتاجيوا الحلقة مع أصحابكم. العلوم بالفلاقي، ما بعضنا ننشر المعرفة.